كابتن علاء، كنت بتكلم على الموسم اللي فات دوت، من مش هنعيد تاني بقى من اغسطس لحد النهارده والكلام ده، من ثلاث سنين. عايز اتكلم على ان الموسم ده من انجح المواسم اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي. دي حقيقه بالارقام. بالارقام طبعا وبطولات. بالظبط. انت دايما بتيجي بتتكلم على نجاح الموسم، بتشوف انت حققت فيه، واي صحيح. موسم بيقاس دايما بكم البطولات اللي انت حققتها. النادي الاهلي ما شاء الله الموسم ده كم بطولات مش طبيعي، الحمد لله رب العالمين، فيهم اثنين افريقيا، ودي حاجه تحسب للجهاز واللعيبه والاداره، وكاس مصر. يعني انا مش عايز اعد البطولات، النادي الاهلي البطولات بتاعته دايما الحمد لله كتيره جدا، لكن لما تيجي بتقيم الموسم كله ايمن، انت ما بتقيمش على مظبوط انت كسبت كم مباراه، خدت كم نقطه، حرزت كم هدف، لا، انت في الاخر بتقول انت انجزت ايه في الموسم. صحيح. انجزت ايه في الموسم؟ كل الانجازات الحمد لله رب العالمين كلها عند النادي الاهلي لحد وقتنا هذا، اللي هي البطوله اللي عليها الصراع الاشد. صح. لسه برضو ان شاء الله موجوده مع النادي الاهلي، ولسه كمان في كاس مصر، ولسه كمان في كاس سوبر كمان. فانت سوبر، خلي بالك السوبر اللي فات ما اتعملش لسه لحد دلوقتي، ما اتلعبش، وفي سوبر افريقي عادي ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، لكن لسه زي، يعني انا مش عايز اقول هو، يعني الحمد لله ده طبيعي بتاع النادي الاهلي، هو المتصدر كل البطولات اللي بتلعب في مصر، دوري، كاس، حتى على مستوى الافريقي، افريقيا، هو ده النادي الاهلي. ولما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تتكلم على بطولات، لكن ولا مباريات ولا عدد نقاط ولا كل الاحصائيات بتحصل دي. انت في الاخر بتعمل كل الاحصائيات دي في الاخر عشان توصل ها نهايه الموسم ايه؟ نهايه الموسم خدت كام بطوله؟ صحيح. فهو الحمد لله النادي الاهلي موسم ممتاز وناجح جدا، وان شاء الله كمان هيختم الموسم بنجاحات كتير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عندك امل؟ ان شاء الله طبعا، ان شاء الله رب العالمين. احساسك ايه؟ مش تمني، لا ما اعرفش اتمنى، انا بقول لا احساسي ان شاء الله، لا هنكمل فيها ان شاء الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله.